مساء الخير. طقس الصيف حار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بسبب كتل هوائيه حاره ما زالت عم بتسيطر على مناطقنا، بتنحسر الاربعاء المقبل مع حراره فوق معدلاتها السنويه بالمناطق البقعيه، رطوبه عاليه على الساحل البحر المتوسط الموج وحراره مياهه 29 درجة. ليلة طقسنا غائم جزئيا مع حرارة مرتفعة بكافة المناطق ورطوبة عالية على الساحل وتكون ضباب كثيف على المرتفعات القريبة للساحل. لبكرة الثلاثاء أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، طقسنا غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة، ولكن بتبقى نسبة الرطوبة عالية على الساحل وغطيتها قوية على الجبال. بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 28، على المرتفعات 25، بالبقعة 16 والأرز 13 درجة. بنبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل رحبة 31، القبة 34 درجة، 26 بإهدن العقورة 27، عرسال 37، كفردبيان 26 درجة، 31 بكفية أرز الشوف 28 درجة، عين عطا 35 والطيبة 32. الرطوبة بتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح المي 29 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الثلاثاء بتتراوح بين 28 و34 درجة، الأربعاء بين 27 و33، أما الخميس فبتتراوح بين 27 و32 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، وبنبدأ جولتنا مع أبو ظبي 42، القدس 31، طرابلس 31 درجة، الجزائر 28، ومننهي جولتنا مع روما 28 ولندن 21 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.